السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدينة، وحبكم معنا في هذا الفيديو. إذا نحن في وريضة على مسجد إدريس الأكبر، شو إن شاء الله في واحد جولة مطولة في أزقة وشوارع جديدة لم نزورها من قبل، استجابة لرغبة العديد من الأصدقاء. يلا خليكم مع هذا الفيديو، أتمنى أن يعجبكم، لا تنسوا ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.
سيدي. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انه يعجبكم وكان مفيد لكم. بس ودي ما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمه الله.